إذن مشاهدينا الكرام، نتحول إلى أخبار الاقتصاد المال والأعمال في نشرتنا. وزميلة دينا شرف، إليك دينا. شكرا لك دينا، شكرا لك نهى. والآن موعدنا مع أخبار المال والأعمال محليا وعالميا. استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من ملفات عمل الهيئة. بحث الاجتماع مشروعات تطوير مينائي السخنة والعريش وتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد، كما تم استعراض خطة المنطقة الاقتصادية للمشاركة في مؤتمر كوب 27 من خلال إطلاق حملة إعلامية للترويج لها على نطاق عالمي كمركز لإنتاج الوقود الأخضر. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2020-2021 ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه مقارنة بالربع المماثل من العام المالي السابق، وجاء الغاز في المرتبة الأولى ضمن أعلى معدلات نمو للقيمة المضافة بنسبة نمو بلغت 20.6%، وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 53.3 مليار جنيه، قطاع الصناعات التحويلية ثم الكهرباء. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية التعاملات بارتفاع جماعي للمؤشرات وسط مشتريات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 697 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. وعلى صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إيجي إكس 30 عند مستوى 9853 نقطة ليصعد بنسبة 1.98%، ويغلق عند مستوى 10048 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 عند مستوى 2151 نقطة ليغلق مرتفعا بنسبة 1.61% عند مستوى 2186 نقطة. وفتح مؤشر إيجي إكس 100 عند مستوى 3077 نقطة ليصعد بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3125 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيه و62 قرشا للشراء و19 جنيه و73 قرشا للبيع، كما سجل اليورو 19 جنيه و7 قروش للشراء و19 جنيه و18 قرشا للبيع. الجنيه الاسترليني سجل 21 جنيها و91 قرشا للشراء و22 جنيها و4 قروش للبيع. وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدرهم الإماراتي 5 جنيهات و34 قرشا للشراء و5 جنيهات و37 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي سجل 5 جنيهات و22 قرشا للشراء و5 جنيهات و25 قرشا للبيع. قال وزير النفط البحريني محمد بن مبارك إن قرار أوبك بلس بخفض إنتاج النفط جاء بالتوافق والإجماع بين أعضاء أو بين جميع الدول الأعضاء. وأضاف الوزير أن الدول الأعضاء حريصة على اتخاذ قرارات تهدف إلى استقرار الأسواق النفطية، وأنه خلال الاجتماعات المقبلة ستتم دراسة أي مستجدات اقتصادية لضمان استقرار الأسواق والإمدادات العالمية والتوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين. ختام أخبار الاقتصاد، وعودة مرة أخرى إلى دينا ونهى، إليكما. شكرا لك دينا.